اختلف العلماء في حكم زيارة المرأة للمقبرة. قال بعض العلماء يسن للمرأة أن تزور المقبرة، وهذا ما ذهب إليه من المعاصرين الألباني رحمه الله، ونصر قوله في كتابه الجنائز، وقال إنه من السنن، ويستدل على ذلك بما يأتي. أولا، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وعند أحمد فإنها ترقق القلب وتدمع العين، وفي رواية فإنها تذكرة، وفي رواية فإنها تذكر الموت. وهذا شامل للرجال والنساء، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لكن ما الجواب؟ أولا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: إن القول بالسنية لم يؤثر عن أحد من الأئمة، لكنه ذكر أنه قد قيل به، لكن ليس عليه أحد من الأئمة. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عللا في جواز زيارة الرجال للمقابر في حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قال: فإنها تذكر الآخرة، وقال: فإنها تذكرة، وقال: إنها ترقق القلب، وقال: إنها تدمع العين. ومعلوم أن هذه العلل الواردة في هذا الحديث تخصص الرجال دون النساء، فلا يدخلن النساء تحت هذا الحديث، وذلك لأن زيارة المرأة للمقبرة لا تأتي بهذه العلل، وإنما يخرج المرأة إلى ماذا؟ إلى الجزع والتسخط والنياحة، فكان هذا الحديث خاصا بالرجال. أما النساء لهن حديث خاص، وهو: لعن الله زائرات القبور، وفي رواية: لعن الله زوارات القبور. أما حديث لعن الله زائرات القبور، فيجاب عنه أن حديث لعن الله زوارات القبور هو حديث صحيح، ولا يتعارض مع هذا الحديث وهو: لعن الله زائرات القبور. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: ورد هذا الحديث من طريقين وتعددت طرقه، وليس فيه من هو متهم بالكذب وهو حجة، فإذا كان حجة وصحيحا فإنه لا يتعارض مع حديث زوارات القبور. لما؟ لأننا لو أخذنا بحديث زوارات القبور ألغينا هذا الحديث، ألغينا دلالته، فيكون أخذنا بحديث وتركنا آخر. لكن لو أخذنا بمدلول حديث زائرات القبور أخذنا به وأخذنا بحديث زوارات القبور. ثم إن التضعيف لا يدل فقط على كثرة الفعل، بل قد يدل على كثرة الفاعلين، لأنهم قالوا إن لفظة زوارات القبور تدل على المبالغة، والمبالغة من باب التضعيف، فيصدق في هذه المبالغة، فيصدق على من أكثرت الزيارة، وهذا يخص الفعل. لكن يقال لهم إن اللغة العربية جاءت بالتضعيف في الفعل وفي الفاعلين، فيكون زيارة عدد كبير من النساء للمقبرة مرة واحدة يصدق عليها حديث زوارات القبور. ولذا قال تعالى، مما يستدل به على أن التضعيف ليس خاصا بالفعل، قال جل وعلا: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. قال مفتحة، وهذه صيغة تضعيف، لم يقل مفتوحة، قال مفتحة. ومعلوم أن الباب يفتح مرة واحدة، لكن لما كانت هذه الأبواب كثيرة وكثرة الداخلين فيها استعمل فيها صيغة التضعيف: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وبالتالي فإن استدلالهم بحديث زوارات القبور ليس مستندا قويا.